ولا قال لي كلمة حلوة. جمالك. لا ليش قصير هالقد؟ قصير؟ قصير؟ شو هاي يعني؟ قصير؟ بيبي قصير؟ بيبي قصير يا عمري. وصاير انكاس بيبي دعاية. شو هالحكي؟ ما بدي اعمل دعاية للعطر. بيبي جمالك ما بيتطمن طبعا. طب انا شو بعمل بحالي اذا بشوف هيك جمال؟ انا قليل شو بعمل بحالي؟ اجمل مرة قبالي وعيون محتالي. قلن يمشوا. اي طاولة اعطيتنا؟ طاولتك بتحبيها. امك معنا اليوم؟ ايه. ومين كمان؟ بغاطف. مين كمان؟ كريم وانت وانا. بغاطف من معه؟ لوحده. وين الهدايا اللي كان جايب لي اياهم؟ يمكن يجيبهم يمكن لا. طب هلا كيف تحيي لهيدا؟ كيف يعملوا هيك؟ عشان سبعة. ليش هيك عامل؟ هذا اللي كان لازم تلبسهم وقتها رحنا على حفلة هايفا. بيبي عندي 1,500,000,000 خزينة ديال لقلي. حلاتش. ثانك يو. بيبي طب كيف هيك حلق فضة وساعة ذهبي؟ اشلحها؟ بتأسسي على أساس الخاتم وينه؟ ايه على أساسه بتأسسي. ما لازم تجيب لي محبس لونه فضة. تكرمي رجب لك ألماس كمان. أكيد. شلحتن حرام جعانة. ما في شيء بيطلع عليك يا عمري. لك هيدا قد كبيرة حبة الماس طبعا. شو عم جيبلك اكبر منك؟ ايه بحب الالماس. اي حدا حاب يهديني شيء يهديني الماس. شو فاتحة مجال انا؟ اكيد حدا برد الهدية؟ حياتي انت بيبي كنت فاتحة لايك. عم اجا على الموظف تبعي قال لي في شباب بدهم يسلموا عليك. قام انا شو قلت له؟ ماي بيبي ما بيقبل. برافو يا عمري. وهن شاهدين. برافو يا عمري. حبيت اللوك حبايبي. اعملوا لي كابتشر صور واعملوا لي تاج عليهم لانه ما قادر اصور حالي اليوم. لحظه الغي الكومنت تتقدروا تصوروني براحتكم. بتنزل امي جمالك. turn off commenting off. دعوا الانتلاب على امي جمالك. انا خسر مولع. بيبي انا اللي بحق اللي اقول الخسر مولع. انا في ناس مفكرين انه اذا كانوا ضعاف ونفخوا جوانب بيكون عندهم خسر. لا بعد خسر. هو الخسر هيك لازم يكون. سألوني قلي. سألوني. هاي. هاي 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 شو هالحكي؟ شو هالحكي؟ بيبي عم برد. شو رايكم في الفستان؟ تعال خلينا ياخذوا لنا صور سوا. شو هالجمال؟ عملوا لنا كابتشر. ميليسا. عملوا لنا كابتشر ونزلي لي اياهم. يج. اعطيني بوسه. يوم سبت. كمان؟ بإحساس. يقبرني. أنا آسفة بنا. يلا زبط لك يا ريو. زبط؟ يا عيب شو؟ برافو عليك وعليك برافو. ليه هيك كان عامل؟ هل عندك شك كنت؟